مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي المغاربة تفاعلوا معاه بشكل كبير، ديال نزار 54 سنة ضحات بالغالي والنفيس من أجل الزوج ديال الله يرحمه قبل ما يتوفى، وكذلك مع جوج وليدات، عنده وليد وبنية. الإشكال الكبير اللي اكتشفت من الأخير أنه بعد وفاة الأب اكتشفت أنه الأب ديالها ما يصور بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، النداء ديالها في الأخير طلبت الأستاذة زينب والأستاذة ليلى، وبطبيعة الحال هي متتبعة ديالهم في مجموعة من الملفات. أستاذة زينب لم تتوانى ولو لحظة للاستجابة للأخت، وكذلك الأخت ليلى مشكورة. مشاهدينا الكرام، هنا كنشوف الفيديو أنه كان سؤال جوهري في الموضوع. المغاربة طبيعة الحال أنا أحترم تعليقات المغاربة بشكل كبير، يسألونني عن هناك حلقة مفرغة في الملف التي تتعلق بسبب انشقاق الإخوة مع نزهة. يعني نشوف مع هذا السؤال احتراما للمغاربة، تبعوا معايا أختي. احنا الآن عند الأستاذة زينب والأستاذة ليلى وتفاعلوا معاك. عندي واحد السؤال، هذاك المشكل اللي داروا معك الإخوة وهاد الملكات تبارك الله الخير اللي لقيتي كتملكي وما عطوكش حقك، وهذا كما صرحتي، شنو هو المشكل اللي كان عندك مع الإخوة؟ شي خوتي اللي بيني وبينهم هو علاش تزوجت براجلي، وراجلي الله يرحمه كنت نبغي وتيبغيني، هادي علاش. في نظرك انت علاش غادي يحبسوك على تزوجي بهذاك الراجل؟ تزوج معايا مزيان الله يرحمه وتسعالي، خوتي تعقدوا من جهتي ما بغاونيش نتزوج بهذا الراجل. علاش ما بغاوش؟ قالك بانه هو كحل وحنا بيضين، علاش غتزوجي بيه؟ قلت له انا بغيته، هادشي علاش. وانا معك، عطاك الله مع جوج الوليدات. عطاني الله مع جوج الوليدات. شكرا لك مشاهدينا الكرام، هذا هو الجواب ديالها، هو سبب الانشقاق اللي عندها مع الاخوه سنين طوال. غادي نشوفوا جوهر الموضوع، نبداو بالاستاذه زين. استاذه زين، شفتي الفيديو؟ وجهوا لك النداء المغاربه بشكل كبير، تفاعلتي معاه، جات لعندك، سلمتك الوثائق، شفتي الامور بانها صادقه في كلامها بادله قاطعه وراقد المحافظه، كيف شفتي الملف؟ حتى من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الانسانيه. اولا كنشكر السيده نزهه بزاف بزاف، لان دارت فينا الثقه التامه، وحنا احنا معروف علينا احنا باننا كنخدموا بجديه، وكنتعاطفوا مع المغاربه كاملين، المواطنين ديالنا كلهم بحالنا، كنعتبرهم ولادنا، كنعتبرهم عائلتنا، كنعتبرهم خوتنا، كنعتبر اللي ما كانش الاخوه معاها في الصف احنا معاها في الصف، تعتبرنا من دابا بان احنا خوتها، ان شاء الله راه غنجيبوا لها الحق ديالها، وذلك بان قدمت لنا نيت الوثائق اللي تفيد بانهم هما من الناحيه القانونيه كوارثة الوالد ديال اللي توفى في 2000 في شهر 8 في 2021. هما قالت لك ثلاثة الإخوات، هنا كاين ثلاثة الخوت وبنت اللي سميتها فاطمة، وهي حتى هي كاينة في شهادة المحافظة العقارية، يعني أنها أن داروا في عدد داروا لها عدد موتى الورثة، وكانوا الشهود باش ياخذ عدد موتى الورثة وحطوها في المحافظة العقارية على أساس أنها وارثة. إلا أن المشكل فين كاين؟ لأن أخوها كان بغى يدير واحد وكاله بنكيه، وهي ما عندهاش لاكارت ناسيونال بيري قديمه، ما يمكنش دير ما يمكنش توقع عليها المصادقه على التوقيع. مع ذلك المقاطعه مع الساعه المتقدمه ديك الساعه كانت 4:30 مقاطعه جاده، ودار الوكاله كان حاول بغى يشرع في النصب، الا ان هي اكتشفت الموضوع ودغيا مشات سحبت ديك الوكاله من البنك، يعني انها راه دابا ما عندهم حتى شي وكاله، ولكن قالت بانهم استغلوا واحد ثلاثه حوانت كياخذوا قسمهم بيناتهم كياخذوا المدخول الشهري ديالهم. هذه من الناحيه القانونيه، هذه راه تصرف في تركه بسوء نيه. لكانت احنا غد اول غد لان مادام هما خوت ما خاصناش نخسروا العائله، وهذا غنديروا اول حاجه غنبداو بها هي الصلح بينهم كلهم. ديك الساعه غنديروا ما بغاوش لا ما بغاوش غنلتقيو بهم كلهم، ولا بغات لا بغاو غير بوحدهم ولا شي حاجه، حتى ياخذوا يتسامحوا بيناتهم وكل واحد ياخذ حقه. ديك الساعه غادي نقدروا نبقاو في اطار الصلح. اما الا
رافضوا الصلح، حنا غنمشيو نديرو في الدعوة مدنية، الدعوة السعجارية عند القاضي السعجاري باش ناخذ واحد الأمر باش نعرفوا جميع المتروك اللي عند الوالد ديالي على صعيد المغرب كامل، ماشي غير صعيد الرباط وتمارة وهذا، لأن هذا غني هذا السيد كرامي، معروف هذا السيد كرامي الحاج كرامي الله يرحمه ووسع عليه، راه خلى أملاك كثيرة، وبالنسبة للبنك كذلك غناخذوا أمر استعجالي باش نعرفوا عن طريق البنك المغرب باش نعرفوا الوكالة العامة ديال الأرناك الصعيد المغرب كامل المبالغ اللي خلاها هذا السيد، ديك الساعة غادي يمكن لنا نسحبوا لها المبالغ ديالها، ولا كانوا تصرفوا في هذه الأموال بدون علمها ولا شي حاجة راه كتولي هذه جون حركة مزورة ولا شي حاجة كتولي جناية، لأن على حسب المعطيات اللي تعطانا. احنا في الاول غنبداو اولا بالصلح، ولا ما كانش الصلح راح نعرف مدير من الاحسن الخوت ديالها راه دي خوتهم راه يد منك واخا تكون مجدامه حشومه، لان دي خوتكم راه انتم خاصكم ريال الدنيا، هذاك اللي دارها كلها راه مشى ما بقى اللي خلاها لهم، راه دي الدنيا وغدا الاخره، الانسان من الاحسن كل واحد ياخذ حقه، ولا كلتي اموال اليتيمه ديرها يتيمه، اموال اليتيم راه معروفه في القران لان كنت عليها القران بزاف من ناحيه اليتامى خاصك تهضر فيهم وهذا، كاين صور كثيره في القران اللي كتوصل على اليتامى هذيك وعلى المتروكات وعلى الارث، لان الارث حلال. وحنا دابا اول خطوه غنخطوها معها ان شاء الله غنتصلوا بالاخوان ديالها نكتبوا بانذارات باش يحضروا عندنا باش نديروا واحد الصلح بيناتهم، في حاله الا تراضوا نزيدهم غير الخير، ولا ما تراضوش راه كاينه المسطره القانونيه اللي غنبقاو معها حتى الاخر، وغتاخذ ان شاء الله حقها في اقرب ما وقت ممكن. يعني اللي فهمت انا انه نزها في ايادي امينه، الله يوفقك في اطار القانون، لاننا احنا فخور الى ان دارت فينا الثقه، لان احنا انا اهل الثقه، ما يمكنش نخونوا بشي واحد، غنمشي معاه حتى نلعبوا وان شاء الله غتاخذ داك الشيء في اسرع وقت ممكن، لان هي معترف بها كوارثه ومشجعه في محافظه، كاينه عندهم شي عقارات غير محفظه غنعرفوها، والمحفظه غنعرفوها، ولا كانوا تصرفوا في شي حاجه غنعرفوها، كل شيء راه كاين جناح وكاين جنايات وكاين مبادئ، غنتركوا مع جميع المساطر، من الاحسن ينزلوا معنا الارض وان شاء يديروا هادشي بتراضي، راه كلشي الناس كيديروا التراضي، رغم خوت غيبقاو خوت حتى يموتوا خوت. شكرا لك مره اخرى انك احترمتي الطلب ديال المغاربه واستجبتي النداء ديالها، الله يوفقك، وهذا شيء متعارف عليه، انت انسانه طيبه الله يوفقك. ما يمكنش ما يمكنش. شكرا لك استاذ. انا فخر كبير لينا حنا، انا استاذ ليلى حنا كنفرحوا لان المغاربه كلهم كنعتبرونا سواء خارج المغرب او داخل المغرب كنعتبرهم ولادنا وبناتنا، واللي كبير والدينا، هذا هو الشيء عندنا في القلب ما يمكنش نحيدوه، تزدنا بحال هكا ما يمكنش نحيدوه مناج. هذا الشيء من الشيام ديالك، شكرا لك، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، باش نتوسعوا اكثر في الموضوع غادي نشوفوا المستشاره القانونيه في الموضوع كيفاش كتشوف هي هذا الملف. الاسم ديالك تذكر، متتبعة ديالك وجهت لك النداء، كتبعك في مجموعة من الملفات، شتي الوضع ديالها كيفاش كتشوفي الملف؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في المكتب ديالي، مرحبا بالسيدة نزهة والابناء ديالها، اهلا وسهلا استاذة زينب خيار. كنشكركم لانكم جيتيو باش تصوروا معايا واحد الفيديو على السيدة نزهة اللي جات طلبت منا المساعدة، وحنا قلنا لها اي واحد كيلجأ لينا وكينادي علينا وكيقول لنا واش بغيتكم تساعدوني، فإلا كنستجبوا للنداء ديالو، لاننا ما كندخلوا على حتى شي واحد خصوصا ملي كيكون نداء المظلوم. وحنا اليوم جات عندنا السيدة نزهة وعطاتنا الوثائق ديالها، وفعلا فعلا هذاك الشيء اللي قالت صحيح، المساله ديال الفلوس مازال ما طلعناش عليها لان خصنا تنتحققوا من الابناك، ولكن بعض الممتلكات هنايا راه تقريبا شي سته على الاقل، هما كاين في حسن كاين في هرهوره كاين في تماره كاين في يعقوب المنصور، هاد الممتلكات هادو كلهم كانوا في الاسم ديال المرحوم الاب ديالها الله يرحمه ويوسع عليه، والان انتقلت لها هي والاخوان ديالها بالاراثه، هي جابت لنا الاراثه، اراثه صحيحه، عاد غنخرجوا الاصل ديالها. وهذوك كاملين ديال المحافظه ها هما حقيقيين، وان كاين واحد اللائحه، لكن دابا حنا غنزيدوا نلقاو لها بعض الممتلكات ديالها عن طريق الوكاله العامه للمحافظه العقاريه اللي كتوجد في الرباط، اما كنديروا طلب مباشر ليه وكيدير لنا واحد الاحصاء وكيجبد لنا اللائحه ديال كل شيء، اما عن طريق المحكمه. حنا كنتمنوا ان نتعاملوا مع الاخوان ديالها، لان حنا ما بغيناش ندخلوا معاهم مباشره في الشكايات وفي الجنائي، لان حنا معروف علينا اننا لا دخلنا مع شي واحد في الجنايات والشكايات
التيكيت راه ما كنفلتوش، لابد انه كيحصل يحصل. فحنايا الخوت ما بغيناش ندخلوا معاهم في صراعات، غنعيطوا ليهم يجيو عندنا مرحبا بهم، نشوفوا معاهم واحد يعني الحل مناسب لكل واحد. ما بغاوش غنصيفطوا لهم من بعد منها انذارات، الا ما بغاوش عاد غندخلوا معاهم باش غنديروا بحال اللي درنا التوبيخ والتوقيف هذه. اذا غادي نمشيو نصعدوا شويه، لان خصها لابد تاخذ الفلوس ديالها وتاخذ الممتلكات ديالها، وغنقدروا نوقفوا لهم بعض الممتلكات ديالهم، نحبسوا لهم الكراء، نحبسوا لهم بعض نديروا حارس قضائي على بعض الممتلكات ديالهم اللي كاينين دابا معاهم هي، باش حتى واحد ما يقيسهم حتى شي حاجه، لان محتاجه هي الفلوس ديالها باش دير عمليه وباش تشوف صحيحتها وباش ترجع سميتو دير صدقه على الاب ديالها وترحم عليه، تشوف وليداتها، يمكن شي واحد من 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 الحوانت اللي كاينين عندهم تقدر تاخذوا ليه الاحتياج، علاش يبقى واحد اخر اللي كاره هي اولى. وهادو كاينين مساطر اللي غنشوفوا انا مع الاستاذه خيار باش نردوا لها الاعتبار ديالها، حيت دابا خوتها راه ما خصهمش يسحب لهم، راه هي كاينه غير بوحديتها، لانهم قالوا لها واسيري شوفي ديري اللي قديتي عليه، اللي قدات عليهم احنا. مرحبا استاذ، الله يوفقك. واعتقد بانك كنت علميه بشكل كبير. نعم. وفي نفس الوقت انا دزت معك في مجموعه من الفيديوهات. نعم. في مواضيع. نعم. وعندك واحد الجمله شهيره. نعم. هو الخبره على الهواتف. نعم. اول مره غنلقاك في الخبره على الاراضي. نعم. الله يوفقك يا ربي. حيت عندي ديبلوم في النوطاريه، حيت انا عندي الاجازه اصلا في التوثيق العصري، اذن انايا هذا الشيء ديال العقارات مجهدا فيه. الله يوفقك يا ربي. ياك استاذه، دابا حنا خبره الاملاك ماشي على الهواتف. مشاهدينا الكرام، على سبيل البسط فقط، سمعتي الكلام استاذه، دوات معاك معاك قلبا وقالبا، الله يوفقك. الهدف ديالنا هو القانون، الحمد لله كاين، انك تاخذي الحق ديالك استاذه، كذلك الراي ديالك في التفاعل ديال المغاربه وديالهم معاك. تنشكر اخت ليلى. مرحبا بك. تنشكر اخت ليلى، اخت زينب. تنشكر المغاربه كاملين ضامنوا معايا، تنشكرهم كاملين من كبيرهم لصغيرهم، وتنشكر الاخ يوسف. المهم انت فرحانه دابا؟ انا فرحانه. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، هذا ما نطمح اليه، اعتقد بانه الحمد لله نزهه في ايادي امينه الاستاذه زينب، تقوم باللي عليها بطبيعة الحال بالمساعدة المستشارة القانونية التي بطبيعة الحال تعتبر من جنود الخفاء في مجموعة من المهام الصعبة. صراحة مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف ديال نزهة، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. ما نهدف إليه هو المساهمة من أجل الوصول للهدف. هذه السيدة اللي تطمح ليه كما ذكرت الأخت، نتمنى يكون الصلح، والصلح خير بدون مشادات قانونية، بدون محاكم، بدون مراحل ديال التقاضي. مشاهدينا الكرام، سوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص الموضوع ديال نزهة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.